كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. والحضور الكرام، مدير العام لمؤسسة طنجة المتوسطة، اليوم كتواجدوا على شاطئ الدلية اللي هو كيجي على في داخل إقليم فحص أجرة جماعة القصر المجال. كنرفعوا اليوم العلامة الإيكولوجية الدولية اللي هي اللواء الأزرق التي تمنح للشواطئ المنخرطة في مقاربة للسياحة المستدامة، واللي تم إحداث ديالها سنة 1987 التي تبنته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وهذا اليوم هذا جاء بشراكة مع مؤسسة طنجة المتوسط اللي هي المحتضن الرسمي ديال هذا الشاطئ هذا. كيف ما كتشوفوا الآن حنا كنشتغلوا على نقط بينها نظافة الشاطئ، جودة المياه، جودة الرمال، إحداث مجموعة فضاء للتنشيط بالنسبة للأطفال بما فيها واحد مكتبة بيئية بما فيها طبيعة الحال، مع العلم أن كاينه نقطة اللي ما نساوهاش هي واحد فضاء اللي هو مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة اللي كتواجد بطبيعة الحال في قريبة للشاطئ. وهذا كينخرط في واحد العملية اللي كتقوم بها يعني مجموعة من العناصر اللي كنشتغلوا، اللي هي جماعة ترابية، اللي هي السلطة المحلية، السلطة الإقليمية اللي كتشتغل باش نوجدوا هذا الفضاء هذا اللي هو في واحد الفضاء كيف ما كتشوفوا هادئ وصحي وآمن للمستضيفين. كنتمناو في هذا العام هذا يكون عندنا هذا الشاطئ هذا اللي يبرز الأهمية ديالو على طنجة المتوسط البحر الأبيض المتوسط، اللي هو كيقدم واحد موديل واحد ليكزومبل للشواطئ المغربية بطبيعة الحال.